فالذكر المشروع بعد انقضاء صلاة الوتر سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس ويمد بالثالثة صوتا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يثبت أنه كان يقول ذلك في جماعة. وبالله التوفيق. كذلك يسن أن يقرأ الشخص في الوتر في الركعة الأولى سورة الأعلى، والثانية الكافرون، والثالثة الإخلاص، وإن قرأ بغير ذلك أجزأ، لقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه.